حالة مطرة جديدة تبدأ يوم الغد، تبدأ من شمال غرب المملكة بمشيئة الله مع يوم الغد وتصل إلى العاصمة الرياض مع يوم الأربعاء، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين تخص العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن تتأثر المملكة يوم الثلاثاء والأربعاء بحالة مطرة جديدة، وكما نشاهد هنا في تفاصيل الهطولات المطرية. من المتوقع أن تبدأ الأمطار بمشيئة الله من تبوك وأيضا من المناطق الغربية للحدود الشمالية، وتحديدا في المناطق تلك التي تكون قريبة من الحدود الأردنية، لتكون هنالك فرص لزخات من الأمطار على تلك المناطق، وأيضا بالتزامن مع المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وأيضا تشمل مناطق من العاصمة الرياض تحديدا مع ساعات النهار من يوم الأربعاء، لتصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من العاصمة الرياض، وتبقى هنالك فرص للأمطار في مناطق مختلفة من المملكة بمشيئة الله خلال يوم الثلاثاء والأربعاء. في هذه الليلة وفي العاصمة الرياض تحديدا ضباب خفيف، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 11 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض كما ذكرنا ثلاثاء وأربعاء فرص زخات أمطار رعدية، 28 نهارا 20 إلى 19 ليلا مع فرص للأمطار يوم الأربعاء. يوم الخميس تصبح الأجواء مشمسة بمشيئة الله، 28 نهارا إلى 17 درجة مئوية في ساعات الليل. ومن العاصمة الرياض إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها من سكاكا، نهارا 29 إلى 14 28 إلى 13 في عرعر، رياح نشطة في تبوك من 26 إلى 11 درجة مئوية. مكة المكرمة 32 إلى 21، مدينة المنورة 30 إلى 18 درجة مئوية، في جدة 29 إلى 22، وفي الطائف من 24 إلى 12 درجة مئوية. في أبها 17 إلى 13 مع فرص للأمطار، الباحة 16 إلى 14 فرص للأمطار وزخات أمطار رعدية في جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. في الدمام 27 إلى 20، في الإحساء 31 إلى 20، وفي حفر الباطن من 25 إلى 16 درجة مئوية. في الرياض 28 إلى 20 كما ذكرنا سابقا فرص لزخات أمطار رعدية، في بريدة من 28 إلى 18، وأخيرا في حائل أجواء مشمسة من 27 إلى 13 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.